رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة راح نتعرف على أبرز مبادرات وجهود الجمعية السعودية للذوق العام في تعزيز قيم الذوق العام، وأيضا التشجيع على السلوك الحسن في المجتمع من خلال مبادرات عديدة أطلقوها تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ عبد العزيز المحبوب، مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز، نورتنا اليوم. في البداية لو تعرفنا على الجمعية السعودية للذوق العام، إيش هي بالضبط وإيش هي أهدافها؟ حياك الله أستاذ روى، أيضا أستاذ مها، والحقيقة سعيد أنه نتحدث اليوم عبر روتانا عن الجمعية السعودية للذوق العام. والحقيقة الجمعية يمكن انطلقت قبل ما يقارب 7 أو 8 سنوات بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والحقيقة يمكن حملت على عاتقها فلسفة بسيطة جدا، أنه كيف يعني نحول الذوق العام إلى أن يكون منهج وأسلوب حياة لكل من هم في المملكة، سواء على مستوى المواطنين أو حتى على مستوى المقيمين. لذلك الحقيقة يمكن ركز على يعني 4 أهداف رئيسية. أولا قضية الارتكاز وتعزيز قيمنا كمسلمين بالدرجة الأولى، ونعلم من القرآن والسنة مليء الحقيقة بالكثير من النصوص اللي تركز على الذوق العام بطريقة أخرى. نعم. كذلك أيضا موروثنا الثقافي السعودي أيضا مليء الحقيقة كما نعلم، يعني أينما تتجهين في المملكة العربية السعودية تجدين هناك يعني سمات تميز أهل الشمال، أهل الجنوب، صحيح، الشرق، الغرب، كل منطقة الحقيقة تتميز ب يعني سلوك ذوقي، وحتى في مجال العلاقات، الضيافة، في مجال حتى العمارة، الأزياء وغيره. كذلك أيضا نحرص على أنه حقيقة يعني نعزز هذه القيم لدى النشأ من سن مبكرة، لذلك هناك كثير من الأعمال كنا نتحدث عنها بعد قليل. فهذه بشكل مبسط يعني فلسفة العمل الجمعية. نعم نعم. أيضا أستاذ عبد العزيز يهمنا أنه إحنا يعني نبغى نعرف كيف نربط يعني التطور المتسارع اللي تشهده المملكة العربية اليوم، العربية السعودية، في مجالات مختلفة، وانفتاحنا على العالم بشكل جميل جدا، وأيضا أهمية الذوق العام في هذا الوقت بالتحديد. صحيح. طبعا كما نعلم يعني المملكة العربية السعودية الآن يعني تمر في حقبة تنموية فيها الحقيقة إطلاق مبادرات ومشاريع بشكل متسارع جدا. وممكن نعلم يمكن سمو ولي عهد ذكر أنه المملكة أعظم قصة نجاح في القرن 21. صحيح. هذا الحقيقة جعل المملكة محط أنظار العالم. وكما نعلم يمكن لو يعني طلعنا على المبادرات الوطنية سنجد كثير منها الحقيقة من يعني يرتبط بأهمية سلوك الفرد، يعني من برامج مثلا جودة الحياة، تعزيز الشخصية السعودية الخضراء، الاستثمار في الرياضة، في السياحة. صحيح. وغيره. لم يكن حقيقة يعني سلوك الفرد يواكب هذا التطور طبعا مع المحافظة على الثوابت، ولا حقيقة يعني لن تحقق هذه البرامج نجاحها بشكل كبير جدا. لذلك الحقيقة سلوك المواطن هو يوازي. صح. يعني نجاح هذه المشاريع. يعني بنعرف أستاذ يعني عبد العزيز أنه مهم تنشئة الطفل من هو صغير على هذه القيم، وتعتبر يعني من الأسس الأخلاقية والسلوكية اللي يمارسها. هنا بتكلم عن دور الجمعية، كيف ممكن أنها تساعد أكثر في غرز قيم الذوق العام مع الشراكة بمدارسهم؟ طبعا يمكن خلال رحلة الدراسة في المراحل الأولى لعمل الجمعية وتحديد المسارات اللي ممكن تركز عليها، نعرف يمكن مجالات الذوق كثيرة جدا، لكن كنا حريصين الحقيقة أنه نرتكز على توجهات المملكة حتى نواكبها في برامجنا وفي نقاط التركيز. كل من حقيقة من جلسنا مع من مختصين من شرائح المجتمع من خبراء، الجميع حقيقة يؤكد على قضية أهمية غرس هذه المفاهيم وهذه القيم من سن مبكر. ونتحدث طبعا عن الطلاب والنشو، ويمكن كما نعلم مثل ما ذكرت يعني غرس القيم هو يعني قد يبدأ من مراحل الطفولة المبكرة. لذلك الحقيقة حرصنا في يعني في ظل البرامج اللي نعمل عليها أن يكون هناك برنامج نوعي أو حيث إنتاج نوعي للجمعية. فالحمد لله انعملت الجمعية حقيقة بعد رحلة طويلة جدا أنتت من بناء وتأليف منهج، أو خلينا نقول يعني كتاب أطلقنا عليه حياتنا ذوق. هذا الكتاب موجه لفئات الطلاب،
وهي طبعا في المرحلة الموجهة للسن المرحلة الثانوية. ونعمل حقيقة حاليا مع الشركاء في التعليم كيف الحقيقة ممكن يستثمر هذا الكتاب وفق طبعا الأنظمة اللي تعمل فيها الوزارة. وطبعا مستقبلا إن شاء الله نعمل أن يكون هناك منهج مصغر أو كتاب مصغر أيضا يوجه لمراحل ما قبل الدراسة، يتحدث عن السن المبكرة والطفولة المبكرة وفق ما يتناسب مع هذه المرحلة العمرية وخصائصها. نعم نعم، واضح جدا أستاذ عبد العزيز. أيضا في بداية حديثك لما تكلمنا عن التطور المتسارع واللي تشهد المملكة العربية اليوم، العربية السعودية اليوم، يعني قاعدين نشوف كمان اهتمام واستثمار في مجال الرياضة بالتحديد واللي حضرتك تفضلت وذكرت أيضا، لذلك هل هذا الشيء مهم أو التركيز على هذا المجال بالتحديد والذوق العام في هذا المجال، وهل لكم يعني تعاون خاص مع وزارة الرياضة؟ نعم طبعا، مثل ما ذكرت يعني المملكة استثمرت بشكل كبير جدا في هذا الملف، ونعرف يمكن هناك عدة أهداف يعني اللي تسعى المملكة لتحقيقها من هذا الاستثمار. كما يعني نرى الآن أصبحت مباريات الدوري المحترفين محط أنظار العديد من يعني المهتمين بالرياضة على مستوى العالم، أكثر من 45 ناقد. لذلك الحقيقة سلوك المواطن، سلوك المقيم، سلوك اللاعب، الجماهير، هي كلها جزء من يعني من قيم المملكة. وخليني يعني اركز تحديدا على المواطنين، لكن حقيقه البرنامج احنا عملنا طبعا مع وزاره الرياضه وفق شراكه انطلقت من كاس العالم، وكان الحمد لله يعني كان عمل كبير جدا بشراكه من العديد مع العديد من الجهات، اثمر الحقيقه عن ثناء وشكر وزاره البلديه القطريه بالجماهير السعوديه ومحافظتها على الملاعب الرياضيه. الان حقيقه نعمل مع وكاله الاعلام في وزاره الرياضه على حملة كبيرة جدا إن شاء الله نخطط لها، يعني ترتكز حول الرياضة نذوق، وهي على مسارين، مسار موجه للاعبين، كيف ممكن فعلا اللاعب يعني يظهر سلوكه أو يصدر حقيقة للخارج كمواطن سعودي، وأيضا الجماهير أن تكون فعلا تواكب هذا الاستثمار الكبير جدا، بأن أيضا كما يعني تنقل يعني تميز رياضتنا السعودية ومبارياتنا أيضا تنقل وتنشر للعالم قيمنا وسلوكنا يعني الذوقي في هذه المجالات. يعني واحدة من أهم القطاعات كمان اللي ممكن نحن نركز عليها بما يخص الذوق العام هو نتكلم عن القطاع الصحي من ناحية مستشفيات وأيضا مراكز صحية. إذا يعني لابد أن يكون في بعض الممارسات للذوق العام سواء للممارسين الصحيين أو حتى المريض أو المستفيد من الخدمات اللي يعني تقدمها المستشفيات. أبغى أسألك يا هنا أستاذ عبد العزيز، يعني هل في برامج مخصصة للصحة؟ طبعا بلا شك، كنا يعني نعلم أنه المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة يمكن نتكلم عن الطوارئ والعيادات الخارجية وللأماكن الحديثة يكون فيها كثافة أو المواقع يكون فيها كثافة عالية جدا من المستفيدين سواء مرضى أو ذويهم، غالبا الحقيقه ما يعني نواجه هناك يعني كثافه عاليه جدا، ومع هذه الكثافه يبرز اهميه وجود يعني السلوك الذوقي في التعامل مع المرضى، لانه نعرف انه احيانا قد يكون المريض هو قنبله موقوته لو كان صحيح تعامل بطريقه اخرى لا يتوافق مع يعني يعني تطلعاته، فقد يكون هناك رده فعل ما هي جيده. لذلك حقيقه في عمل كبير جدا مع التجمع الشرقي الصحي يدور حول تعزيز تجربة المريض في هذه المرافق. جميل جدا، يعني وتشكر جهودكم على الاهتمام وتخصيص يعني المواضيع او يعني التركيز عليها في كل المجالات استاذ عبد العزيز. ولكن ايضا مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صارت جزء لا يتجزا من روتيننا اليومي للامانه، وصار يعني مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت يعني مقر تجمع للكثير من شرائح المجتمع، التفكير، الاسلوب، المنطق إلى آخره إن صح التعبير. فلذلك نبغى نتكلم عن الضوابط أو ضوابط الذوق العام فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي والكنترول. نعرف أن في مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون أصعب من الواقع في هذا الموضوع، فلذلك حدثنا عن دوركم في هذا المجال.
طبعا مثل ما ذكرت هو المشكله انه الانترنت ولا هي المشكله، لكن الحقيقه الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي هي فضاء واسع جدا. صحيح. اصبح حقا من يتواجد في مواقع التواصل الاجتماعي يبدل القبعات، فاحيانا ما يكون اعلامي، احيانا ما يكون مراسل، احيانا يكون رسول مشاهد. لكن خلينا نمسك خطين، خط يعني مرسل ومستقبل. نعم. نقول الحقيقه اذا كان انسان مستقبل لابد هناك فلتر مهم جدا انه يضع حتى لا يمر الحقيقه ان اي ثقافه واي سلوك قد يؤثر على قيمنا. وايضا صح. كمرسل الحقيقه راعي الذوق العام، راعي ان الحقيقه المملكه قاعده تعمل يعني بجهود كبيره جدا لتعزيز الهويه الوطنيه، ابراز الهويه الوطنيه، بالتالي لابد ان يكون فعلا المواطن يعرف انه هو رسول يمثل نفسه في كل المواقع بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. وعندنا الحقيقه احد البرامج اللي سيتم العمل عليه بشكل واسع جدا مع العديد من الشركاء هو المنصات الذوقيه، وسيكون في استثمار كبير جدا لرفع مستوى الذوق في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا يعني طريقه التعامل معها. قبل مدة أعلنتوا عن برنامج نوع للشراكة كمان مع الجوازات وحقوق الإنسان والموارد البشرية أستاذ عبد العزيز، هنا نتكلم عن الفئة المستهدفة للوافدين سواء كانوا زوار أو حتى مقيمين. خلينا نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا البرنامج تحديدا، كيف راح يقلل أو راح يسد الفجوة ما بين الثقافات المختلفة والمجتمع السعودي؟ نعم طبعا، يمكن هذا واحد من البرامج المبتكرة. يمكن نعلم أنه العرض المملكة أكثر من تقريبا 10 مليون وافد من جنسيات مختلفة، من خلفيات ثقافية مختلفة، ديانات، لغات، وبلا شك هم جزء الحقيقة من نسيج يعني أو من هذا المجتمع. وأيضا عليهم أدوار الحقيقة في ظل يعني عجلة التنمية تمر عليها المملكة، لذلك حقيقة مهم جدا أن يتناغمون مع المجتمع السعودي. هذا التناغم هي تتطلب أنهم يعرفون بشكل دقيق جدا هي ثقافة المملكة، بعض الممارسات، بعض العادات المهم جدا التعرف عليه. لذلك الحقيقة البرنامج هذا برنامج كبير جدا مع الجوازات، مع الموارد البشرية، حتى مع الهيئة الملكية في الجبيل، مع هيئة حقوق الإنسان، على مسارين. المسار الأول الحقيقة هو في تعريف الوافدين بأبرز حقيقة المجالات الذوقية. طبعا أخذنا يمكن مجموعة من المجالات اللي عملنا عليها، مجالات ترتبط بالدين، يعني نعرفهم انه هنا مسلمين، هناك صيام في شهر رمضان، من مواصلات الذوقية مثلا عدم الاكل في نهار رمضان امام مثلا المسلمين، ارتكزنا فيها على قوانين على قواعد، فعمل كبير جدا الحقيقه، وترجم هذا المحتوى يمكن الى 10 لغات. وايضا من جانب اخر نعمل ايضا على تعزيز ايضا هذه او خلينا نقول العلاقه الجيده واسلوب التعامل ما بين المواطنين مع يعني الوافدين بشكل عام، في يعني في اتجاهين متوازيين لهذا البرنامج. نعم يعني الأمانة الجهود اللي قاعدين نشوفها هذه يعني جهود جبارة من طرفكم، ولذلك كمان يهمنا نتكلم عن بيئة العمل، البيئة المهنية واللي يمكن تهم كثير من الناس، زي ما يقولون لكل مقهى من مقال. فأول سؤال راح يكون هل الذوق العام بشكل خاص يعني في موقع العمل أو في المؤسسة العملية خلينا نقول مختلفة عن الذوق العام بشكل آخر أو إنها نفس الشيء؟ والله الحقيقة يمكن بيئة العمل قد يعني هناك في بعض الخصوصية لها، وهناك بعض يعني خلينا نقول أدبيات أو ذوقيات اللي قد يعني تأخذ من مجالنا. ولكن خلينا يعني نحلل أصلا يومنا المهني. يعني الموظف يعمل تقريبا 8 ساعات في اليوم، وبعض الوظائف كما نعلم قد يمتد العمل إلى 12 ساعة، فتقريبا نصف اليوم أو ثلث اليوم هو في بيئة العمل. إن لم تكن حقيقة بيئة العمل بيئة إيجابية، بيئة محفزة، وإلا ستتأثر الصحة النفسية المؤسسية، سيكون هناك احتراق وظيفي، سيكون هناك مشاكل كثيرة جدا، ستكون البيئة طاردة. لذلك الحقيقة احنا نتحدث عن اتجاهات مهمة جدا في العلاقات المؤسسية الذوقية، سواء طبعا على اختلاف مستويات الهيكل التنظيمي، ما بين الرئيس والمروس، ما بين المروس والرئيس، ما بين الموظفين وزملائهم، أيضا ما بين الموظفين تجاه المستفيدين، الموظفين تجاه أو مسؤولي المنشأة تجاه
الموارد والمبنى. نتحدث عن علاقات يعني قائمه على الاتصال الاحترافي، علاقات قائمه على الاحترام المتبادل، على التقدير الحقيقه، وهذه نقطه مهمه جدا، وعلى يعني قيمه مهمه جدا او امر مهم جدا، وهو تعظيم قيمه الانسان داخل بيئه الاعلام. لذلك الحقيقه يمكن عملنا على منتج لم نقف عليه على مستوى العالم، هو منتج نوعي جدا، والحمد لله تم الانتهاء منه، وسيتم باذن الله يعني اطلاقه بشكل رسمي، ونعمل ايضا ان شاء الله مع شريك الموارد البشريه في بحث امكانيه انه يتم اعتماده وتبنيه، وهو الكود الذوق كما اطلقنا عليه، او لائحه الذوق في بيئه الاعمال، وهي حقيقه لائحه يعني ابتكاريه جدا، وسنعمل ايضا ان شاء الله على ترجمتها بعده لغات حتى يتم تصديرها للعالم. وهي لائحه مشابهه، خلينا نقول هي موازيه للائحه السلوك المواظبه، وايضا لائحه اخلاقيات المهنه، فقد تكون اللائحه الثالثه اللي ممكن يستفاد منها في تعزيز الـ يعني جاذبيه بيئه العمل، حتى تعزز في نهايه المطاف من تجربه الموظف في المنشاه. ممتاز جدا الأمانة، فقرة مثرية أستاذ عبد العزيز المحبوب مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام، شكرا جزيلا لتوضيح بعض هذه الأمور، وشكرا جزيلا لقبولك دعوتنا، وإن شاء الله أنه إحنا يعني دائما نسعى لخلنا نقول وعي المجتمع ووعي حتى المقيمين، زي ما ذكرنا في هذا في أو في هذه الفقرة، أنه الذوق العام شيء جدا مهم، يعني في داخل المنزل الواحد على راحته ممكن يعيش ويلبس اللي يبغى ويقول اللي يبغى، لكن في الأماكن العامة هذا الشيء أساسي جدا لنهضة المجتمع بشكل عام. مشاهدينا بعد الفاصل مختص يوضح الفرق بين التبرع بالدم والحجامة وأيهما أكثر نفعا للجسم.